دونك دائما مع برمجيات جوج إبرة، وهذه المرة مع برمجية من نوع آخر. دونك يتعلق الأمر هنا بطريقة للبرهنة على خاصية من خصائص المثلث، والخاصية التي تحدثنا عنها هي خاصية ديال مجموع قياس الزاوية المثلث الذي يساوي 180 درجة. هذه البرمجية يمكن الاعتماد عليها بعد تقديم درس مستقيمان متوازيان مقاطع لهم، وهنا سنحتاج إلى أن هذا المستقيم الذي يمر من A يوازي المستقيم BC، وسنقول بأن المستقيم AB هو قاطع له. طب هنا سنقوم بإنشاء المثلث ABC، بعدها سنقوم بإنشاء المستقيم الذي يمر من A ويوازي BC، ثم سنقوم بإظهار الزاوية B ثم الزاوية C وبطبيعة الحال الزاوية A. وهنا الزاوية A، الزاوية التي باللون الأزرق والزاوية التي باللون البرتقالي هما زاويتان متبادلتان داخليا، سون دو زونغ ألتيرن أنتيرن، هذا يعني أنهما زاويتان متقايستان. الزاوية الملونة باللون الأحمر والزاوية الملونة باللون الأخضر هما زاويتان متبادلتان داخليا، وهذا يعني أنهما متقايستان لأن المستقيمين متوازيان. دونك هذا يعني أن هنا سنحصل على ثلاث زوايا تشكل بطبيعة الحال زاوية مستقيمة، وهذا يعني أن قياس زاوية A زائد قياس زاوية B زائد قياس زاوية C يساوي 180 درجة. وسنعيد لهذه البرمجية مرة أخرى. دونك هنا لدينا مثلث ABC، دونك عبر النقاط A و B و C سننشئ المثلث ABC. وهنا يمكنني تحريك النقطة A كيفما أشاء. دونك هنا سنقوم بإنشاء المستقيم الذي يمر من A والموازي لBC. بعدها قلت سنقوم بإظهار الزاوية B ثم الزاوية C وبعد ذلك الزاوية. وهنا سنستعمل خصائص الزوايا المكونة من متوازي وقاطع. دونك الزاويتان هنا هما زاويتان متبادلتان داخليا، وهذا يعني فإن أنهما متقايستين. كذلك هنا هاتين الزاويتين هما زاويتان متبادلتان داخليا، وهذا يعني أنهما متقايستان. دونك هنا سنقوم بتشكيل زاوية، هذه الزاوية هي زاوية مستقيمة يعني قياسها يساوي 180 درجة، وهذا يعني بأن مجموع قياسات زوايا مثلث، وهنا يمكننا تحريك رؤوس المثلث كيفما نريد، وهذا يعني قلت بأن مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 درجة. دونك أتمنى أن تستفيدوا من هذه البرمجية، وإلى برمجية مقبلة بحول الله.